السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ثامن حنحل أسئلة الفصل صفحة 77، ونبدأ في السؤال الأول: ما بعد الشمس عن الأرض إذا كان يلزم ضوء الشمس 8.3 دقائق كي يصل إلى الأرض، علما بأن سرعة الضوء تساوي 300,000 كيلومتر لكل ثانية؟ في البداية يا ثامن بنكتب المعطيات. شو إيش معطيات السؤال؟ يعني إيش معطيني في السؤال؟ معطيني الزمن، الزمن يساوي 8.3 دقيقة، ومعطيني سرعة الضوء تساوي 300,000 كيلومتر لكل ثانية. شو المطلوب مني؟ ما بعد الشمس عن الأرض. إيش يعني بعد الشمس عن الأرض؟ يعني بده مسافة، تمام؟ بدنا المسافة. هلأ في البداية الزمن معطيني في الدقيقة يا ثامن، فالمفروض نحول الزمن من دقيقة إلى ثانية، فبضرب 8.3 في 60، هاي نضرب 8.3 في 60 من أجل التحويل من دقيقة إلى ثانية. لما نضربها بطلع معي الناتج 498 ثانية، 498 ثانية. نجعل قانون السرعة، قانون السرعة إيش بيعطي؟ بيحكي لي يساوي المسافة تقسيم الزمن، صح؟ السرعة تساوي المسافة تقسيم الزمن. هلأ السرعة كم؟ هي عبارة عن 300,000 تساوي المسافة. مطلوبة مني بدي المسافة، فبتركها زي ما هي مسافة. والزمن كم؟ أحط 8.3 ولا أحط 498؟ بحط 498، 498 لأنه بديها بالثانية. كيف بدي أطلع المسافة؟ نضرب ضربا تبادليا، بنحط مقام 300,000 مقامها واحد، بنضرب ضربا تبادليا. إيش رح يصير عندي بعدين؟ فالمسافة ضرب واحد، ها المسافة ضرب واحد تساوي 300,000 ضرب 498، تمام؟ فكم رح يطلع معي الناتج؟ بنزل 5 أصفار، هي 5 أصفار، وبضرب 498، بضرب 400 هون 498 ضرب 3 يا ثامن، كم بيطلع معي الناتج؟ فلما ضربنا 498 ضرب 3 بيطلع معي الناتج، بعد ما نزلنا الخمس أصفار بيطلع 149 مليون و400,000 كيلو متر. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني بيحكي لي تتحرك سيارة بسرعة 20 متر لكل ثانية. بكتب معطيات السؤال. هون السؤال الثاني، هي السؤال الثاني: سرعة السيارة تساوي 20 متر لكل ثانية، وعندما شاهد سائقها إشارة المرور حمراء ضغط على الكوابح. إيش كوابح؟ البريك. يعني السرعة الابتدائية يعني عين واحد 20 متر لكل ثانية، أما السرعة النهائية إيش صارت؟ صفر، لأنه ضغط على الكوابح حتى توقفت السيارة. إذن السرعة النهائية 2 عين 2 صفر. فإذا علمت أن معدل التناقص في سرعة السيارة كان 5 متر لكل ثانية تربيع، إيش يعني معدل التناقص في سرعة السيارة 5 متر لكل ثانية تربيع؟ يعني التسارع. معطيني تسارع السيارة يساوي 5 متر لكل ثانية تربيع. ليش حطيت أنا هون سالب؟ لأنه بتناقص، لأنه كان عندي السرعة من 20 أصبحت صفر، فالتسارع رح يكون كم؟ سالب. فما الزمن اللازم كيف تتوقف، كي تتوقف السيارة؟ على قانون التسارع. إيش قانون التسارع يا ثامن؟ التسارع يساوي عين 2 ناقص عين 1 على زين 2 ناقص زين 1. التسارع كم معطيني؟ سالب 5. واتفقنا ليش سالب؟ نحكى لي معدل التناقص، لأنه التناقص عين 2 السرعة النهائية صفر، ما حكينا توقف، ناقص عين 1 اللي هي 20 على مطلوب مني الزمن اللي هي دلتا زين، زين 2 ناقص زين 1 دلتا زين. هلا صفر ناقص 20 اللي هي سالب 20 على دلتا زين، وبنزل السالب 5 ونضرب ضرب تبادل يا ثامن. فإيش رح يصير؟ سالب 5 ضرب دلتا زين تساوي سالب 20 ضرب 1، وبنقسم على سالب 5 على سالب 5، فبطلع معي الزمن. طبعا سالب مع سالب بتصير موجب، 20 تقسيم 5 4 ثواني، إذا بطلع الزمن 4 ثواني. ننتقل إلى السؤال الثالث يا ثامن. السؤال الثالث بحكي لي تأمل الشكل الذي يمثل التغير في سرعة الجسم مع الزمن. عندي رسم بياني سرعة على محور الصادات سرعة، وعلى محور السينات الزمن. بحكي لي فرع ألف: ما سرعة الجسم لحظة البدء الحركة؟ سرعة الجسم لحظة البدء بالحركة هون يعني عند الزمن صفر، كم سرعته؟ 60 متر لكل ثانية، يعني عند صفر ولحظة البدء في الحركة يعني عند الصفر ثانية، كم كانت عندي السرعة؟ 60. طب صف حركة الجسم في الثواني العشرة الأولى، يعني بده توصفي له الحركة من صفر لعند العشرة. كيف كانت حركة الجسم؟ إيش سرعتها؟ ثابتة، سرعة ثابتة. ليش؟ أنه عندي خط ماله، خط مستقيم، خط مستقيم، فبالتالي تكون سرعته ثابتة، مقدارها 60 متر لكل ثانية. احسب تسارع الجسم في الثواني العشرة الأولى، بده تسارع الجسم من صفر لعشرة، كم التسارع رح يكون؟ صفر. ليش رح يكون صفر؟ لأن السرعة ثابتة، لأن السرعة ثابتة. طيب احسب تسارع الجسم في الثواني الثلاثين الأخيرة. شو قصده بالثلاثين؟ في الثواني الثلاثين الأخيرة اللي هي من 10 لـ40، يعني من 10 لـ40 ثانية. على مين؟ على الميل.
طبعا راح تكون عندي هون سالبة لأنه قاعد بتناقص، فبختار نقطتين، النقطة مثلا هاي عبارة عن 10 و60 وهاي مثلا نقطة 40 و0. يلا على المي، 10 و60 نعتبرها مثلا هاي سين واحد هاي صاد واحد، والنقطة الثانية 40 و0 هاي سين 2 صاد 2، وعلى الميل التسارع يساوي الميل اللي هي صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، صاد 2 اللي هي 0 ناقص صاد 1 60 على سين 2 40 ناقص سين 1 10، 0 ناقص 60 سالب 60، على 40 ناقص 10 30. هلا سالب تقسيم موجب سالب، 0 مع 0 رح يروح 6 تقسيم 3 2، اذا بيطلع معي التسارع سالب 2 متر لكل ثانية تربيع، كل ثانية تربيع. طيب ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع يا ثامن، السؤال الرابع طبعا بدي يا واجب، بتحلوا لي يا واجب، واجب بتحلوا لي يا وبتصوروا لي حلكم وبتبعثوا لي يا صور على الواتساب. تمام يا ثامن، لهم نكون أنهينا حل الأسئلة، ويعطيكم ألف عافية.